السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا حضرة رئيس الجلسة والمناقش والمنسق والمحاضرون ومن الذين تقدموا الأوراق، وعلى كل من حضروا باسمه وجميل وصفه. كما أنتم تعرفون وأنتم تنظرون إلى اللوحة الزكية، عنوان مقالتي أسلوب الدعوة عند بديع الزمان سعيد نورسي وتأثيرها الأساسي في المجتمع. كما أنتم تستمعون من المقدمين أن بديع الزمان سعيد النورسي كان أبرز الشخصيات ومصلحاً للمجتمع في القرن العشرين في تركيا. أنه أسس حركة دينية قوية باسم النورسية ضد حكومة تركيا العلمانية آنذاك. وأن هذه الحركة ركزت على الدعوة إلى حقائق الإيمان والعمل على تهذيب النفوس، محدثاً تياراً إسلامياً في محاولة منه للوقوف أمام المد العلماني الماسوني الكمالي الذي اجتاح تركيا عقب سقوط الخلافة العثمانية. في هذه المقالة المتواضعة إني أريد أن أناقش حول منهج الدعوة لبديع الزمان سعيد النورسي وتأثيرها الأساسي في المجتمع بعون الله سبحانه وتعالى. قبل أن ندخل في صلب المقالة، أولاً نريد أن نوضح أمامكم الفرق بين الأساليب والوسائل. الأساليب جمع أسلوب، كما يقال في اللغة الطريق، يقال سلبت أسلوب فلان كذا، أي طريقته ومذهبه. والوسائل جمع وسيلة، والوسيلة معناها في اللغة الوسيطة التي تتعلق بإيصال الأفكار. أما في الاصطلاح، فعندما نقول أساليب الدعوة فهي مجموعة الطرق العملية المنهجية في عرض الأفكار، والأفكار التي يتعلمها الداعية ويطبقها في أثناء تبليغ الدعوة إلى الناس. فخلاصة الأمر أن الوسائل تتعلق بإيصال الأفكار للمدعوين، وفي حين أن الأسلوب هي الطريقة العملية التي يسلكها الداعية في توصيل الفكرة إلى المدعوين. فالآن أنا أوضح أمامكم أساليب الدعوة عند بديع الزمان سعيد النورسي. قد عرف النورسي بالأسلوب بأنه كما قال بديع الزمان سعيد النورسي، أنه عرف الأسلوب بأنه قالب الكلام وصورته، وخاطب أحد طلابه مفصلا له الكلام عن أنواع أساليب الدعوة قائلا له: إن كنت في بحث الإلهيات وتصوير الأصول فعليك بالأسلوب العالي، ففيه الشدة والقوة والهيبة، وإن كنت في بحث الخطاب والإقناع فعليك بالأسلوب المزين ذي الحلي والخلل والترغيب والترهيب، وإن كنت في المعاملات والمحاورات وفي العلوم الآلية فعليك بالأسلوب المجرد وحده، فهو الذي يحقق دفاع الموضوع واختصار البحث وسلامة القصد. فالأسلوب الأول الدعوة إلى الله بالقرآن الكريم. قال النورسي: إذا دعوت الناس إلى سبيل الرشاد أو إلى سبيل الرشد فعليك أن تدعوهم إليه بالقرآن الكريم،
لأنهم ينتفعون ويستفيدون به ذكرا بقوله تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كما استفاد النورسي من القرآن الكريم أسلوب دعوة من خلال خبرته وحياته التي سخرها لأجله. ويرى النورسي أن أهل الكتاب لا يزال الخطاب القرآني فالقرآن يطلق نداءه فيقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الأسلوب الثاني أسلوب الإرشاد والموعظة عند النورسي. اعتمد النورسي في منهجه الدعوي على أساليب الإرشاد والموعظة مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبإخوانه الأنبياء السابقين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى رحمة لأقوابهم ويعدونهم في رفق ويرشدونهم إلى طريق الإخلاص بصدق وسكينة. كما يقول النورسي إن دستوركم الأول هو ابتغاء مرضات الله في عملكم فإذا رضي سبحانه وتعالى فلا قيمة لمخالفة العالم أجمع ولا أهمية له وإذا ما رضي سبحانه وتعالى فلا تأثير لرد الناس أجمعين. الأسلوب الثالث أسلوب القصص. القصص في اللغة أحسن البيان ومتابعة الخير وفي الاصطلاح بأنها مجموع الكلام المشتمل على ما يهدي إلى الدين ويرشد إلى الحق ويطلب بطلب النجاة. أن كل السياق من القرآن الكريم تؤدي إلى معان خاصة ولكن تشير إلى رسالة ودعوة ما هو المقصود بالذات. فالقصة في القرآن الكريم ليست عملا فنيا مقصودا لذاته ولا بيانا للواقعات التاريخية ولا استقصاء للحوادث وإنما هي أسلوب من أساليب الدعوة والرسالة من الله سبحانه وتعالى التي ترشد البشر وتوجههم وتهديهم إلى ما فيه صلاح دنياهم وآخرهم من خلال قصص الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم. والمقصود ببيان القصص كما ذكر الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الأسلوب الرابع الأخير أسلوب الحكاية والتمثيل. أن أسلوب الحكاية والتمثيلات قد استغرق حيزا مهما في منهج الدعوة عند النورسي جريا على منهج القرآن الكريم الذي استخدم القصة لإيضاح أسس ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وكذا إقرار الإيمان في النفوس والتدليل عليه وتربية المؤمنين وإرشادهم وتثبيت أركان العقيدة الصحيحة في قلوبهم وحثهم على التفكر في مقاصد هذا القصص لاستخلاص العبر وفق سنن الله في الأنفس والآفاق مصداقا لقوله تعالى فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. ثم إني أبين أمامكم وسائل المنهج الدعوي النوري. الأول كليات رسائل النور. إن رسائل النور هي أعظم وسيلة لإذاعة الدعوة الإسلامية. أما رسائل النور كما قال بديع الزمان سعيد نورسي عن رسائله أما رسائل النور فلكونها معجزة معنوية للقرآن الكريم فهي تنقذ أسس الإيمان وأركانه لا بالاستفادة من الإيمان الراسخ الموجود وإنما بإثبات الإيمان وتحقيقه وحفظه في القلوب وإنقاذه من الشبهات والأوهام بدلائل كثيرة وبراهين ساطعة حتى أنه قال بأنها أصبحت ضرورية في هذا العصر كضرورية الخبز والدواء. الوسيلة الثانية المدارس والجامعات.
التعليم في نسج النرسي هي الطريق الوحيد لإحداث عملية النهضة، ومن ثم فقد توجه بكل همته إلى التعليم بوصفه الوسيلة الناجعة للتربية، فدعوته فترة طويلة من الزمن إلى إنشاء زامعة الزهراء لتربية العقل المسلم هو أهم جهد يذكر له في هذا الميدان. يقول النرسي في هذا الباب: كنت ألمس الوضع الرديئي كما كان يعيشه أهالي الولايات الشرقية، فأدركت أن سعادة ماء الدنبية ستحصل من جهة بالعلوم الحديثة الحاضرة. ثم المسجد. يعتبر المسجد في الإسلام من أهم وأخطر القلاع الإسلامية، حيث الإشعاع الروحي يتردد عليه المسلمون 5 مرات لأداء صلاتهم. كما أن نرسي هو وكان نرسي كان سباقا لاستغلال المساجد وسيلة لدعوة إلى الله تعالى، حيث يذكر عن رحلته إلى الشام سنة 1911 الميلادي، فقد قام بزيارة لبلاد الشام حيث ألقى خطبة بليغة العربية في المسجد الأموي، سميت فيما بعدها بالخطبة الشامية، وخاطب فيها علماء الشام محللا أوضاع العالم الإسلامي ومبينا أمراض الأمة والعلاج واللازم لها. ثم أنه دعا الناس في السجن كما وفي الختام ما عندي الوقت، والمنسق هو قدم إلي الورق لكي أنا أقصر كلامي، فلأجل ذلك ومقالت أيضا الحمد لله إلى نهاية. في الخاتمة أنا أقول أمامكم أن النرسي هو اعتمد في منهج دعوته هذه الأسلوب المذكورة في عدة الوسائل تنقيذا للأمة المسلمة من هذه الظروف الخاطرة، وأنه اتخذ من نفسه الناموس الذي يبين من خلاله نقاط الضعف البشري ويشخص به أمراضه الروحية، خاصة بأسلوبي الترغيب والترهيب بين الخوف والرجاء والوعد والوعيد والتبشير والإنذار، جريا على منهج القرآن الكريم في الخطاب وأسلوب القدوة الحسنة من القرآن الكريم، حيث تناول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمنهج دعوته، ركز فيه على الإبعاد الإيمانية والمعاني الروحية تحقيقا للتواصل الروحي. هذا ما أقوله عن أساليب الدعوة عند بديع الزمان سعيد النرسي وتأثيرها الأساسي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.